الفيديو الثاني الخوت غادي يكون على الحي ديالي، حي الموظفين لي زاميكال. شوفوا معايا هنا مشكل ديال النظافه اللي المسؤول الاول عليها هو المواطنين، المسؤول الثاني هو المجلس البلدي اللي ما موفرش الامكانيات واللوجيستيك الخاص بمحاربه هذه الظواهر ديال انتشار الازبال. اننا كما كنعرفوا بان قطاع النظافه الغالبيه ديال المدن دابا اللي كتحترم نفسها في المغرب كديليغي هذا القطاع هذا لشركات خاصه، ما كيبقاش المجلس البلدي هو اللي مكلف، لان شركات خاصه عندها تجربه في ميدان النظافه، تكون مغربيه، تكون من سميتو من فرنسا، تكون من بلجيكا، داكشي ما شغلناش. علاش؟ لان المواطن راه كيخلص ضريبه النظافه. شوفوا معايا هنا الازبال، هنا كنهضروا على ملاعب القرب، واخا هادو راه ماشي ملاعب القرب، هادشي كامل خصو يتعلمينا ويدار عشب اصطناعي، وذلك من اجل توفير فضاءات خضراء لساكنة هذا الحي. هذا هو الملعب الثاني الخوت، شبه ملعب مخصص لكرة السلة. كما كتشوفوا معايا الخوت هنا مشكل النظافة مسؤولية مجلس بلدي، راه المواطنين كما كتعرفوا راه كيخلصوا ضريبة النظافة وكيخصهم مقابل. هنا كما كتشوفوا المواطنين هنا راه كيجيو كيلوحوا باسم الموالة. الملعب الثالث اللي هو ملعب ديال كرة اليد الهوند، حتى هو راه في وضعية كارثية، وتما راه كاين مساحات ديال اللاعب، شبه مساحات اللاعب. الفيديو هذا غير قصير، شكرا لكم وإلى اللقاء.